التربية، تعرفين التربية والتعليم ملف كلش مهم، يعني هو القطاع الأساسي بالمجتمع. فعندنا مجموعة من النقاط نحاول ناخذ البيانات من عندكم أو نطلب تزويدنا بالداتا حتى على ضوءها نشتغل. فأنا أعرف أنه أيضا هناك جهود تبذل من قبل التربية سواء إدارة الأستاذ خالد أو إدارته وإدارته السابقة، هذا لا ينكر، ولكن المشكلة يعني أنه الفجوة كبيرة. إحنا موضوع عندنا عدة مواضيع، عندنا مواضيع الأبنية المدرسية. الأبنية المدرسية كأنما تحولت تربية بينما إلى جهة هندسية فنية مختصة بالمشاريع. فبصراحة كل الازدحام وكل المشاكل هو يأتي من موضوع الأبنية المدرسية. فإحنا راح نطلب سيد مقترح للوزارة أن الأبنية المدرسية تتحول إلى المحافظة. أنتوا شغلكم تربية وتعليم، أجاوبكم على المدارس والأبنية. أريدكم أنتوا كتربية تهتمون بأمور المدارس، التعليم، الملاك، الشواغر، حتى إحنا هذا موضوع يمنا. الإعمار والخدمات هذا مهمكم. هذا الموضوع أريد، هذا الموضوع أدري هو لا مصلحتنا، ولكن نحاول أن نبحث مع التربية حتى نحل هذا الموضوع. أو بالحد الأدنى تكون إشراف مباشر من المحافظة على هذا القطاع. فنيجي على موضوع سد الشواغر في غرب نينوى. الهمة بالموضوع عندنا حالياً المحاضرين المجانيين، اليوم عندنا 600 واحد في قضاء السنجار، وعندنا 223 في المخيمات، وعندنا 134 في الخيروان. هذول راح نعطيهم أولوية بدون الإعلان، بدون الإعلان نعطيهم أولوية في 6000 درجة اللي صارت لكم. وإذا عندكم متطوعين آخرين حتى ما نظلم أحد، ما نخبر أحد، يكونوا أيضا دولي مستثنين من الإعلام. بارك الله فيك. كذا صار عندنا اجتماع مدراء عامين مع سيادة دولة رئيس الوزراء، فارتأنوا أن يتأجل لبعض الانتخابات. الموضوع ما وزع بشكل دقيق حسب الكثافة السكانية لكل ناحية، وأيضا جناوك راح تطلع عليه إن شاء الله، وشوف الدراسة وشوفها تحت إيدك نفس النسخة اللي بالوزارة موجودة بنسخة، وأيضا ارتئانا ناخذ اختصاصات اللي ما موجودة.